بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه ان شاء الله الان نحكي شوي عن الانبورن ايرور اوف ميتابوليزم يعني موضوع كثير مهم بالاطفال آه يمكن يكون هو يمكن من اكثر المواضيع اللي شوي آه تف لكن ان شاء الله راح نتطرق الى اهم الشغلات اللي موجوده فيه فبدايه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين لا حول ولا قوه لنا الا بسم الله في ميتابوليزم هو ان انزيم uh, القضية كلها بالإنبور بورن إيرو ميتابوليزم يكون في عندنا إنزيم ديفشنسي وحسب الهايبوثيسز اللي هسه رح نحكيها إنه إذا إذا كان في عندي أنا أي إنزيم ديفشنسي آه رح يكون في عندي آه إذا في إنزيم ديفشنسي هون راح يكون البرودكت اللي المفروض هذا الإنزيم يعمله راح يكون فيه ديفشنسي والسبستريت المفروض يتحول الى برودكت هذا راح يصير فيه اكسس وراح يتحول الى توكسيك ميتابولايتس وهذا الاشي راح يعمل لي مشاكل هاي هي الجارودس هايپوثيسس اللي يعني انشا عليها الانبورن ايرور اوف ميتابوليزم فهون لما يجي يحكي لك ان انهرتيد انزيم ديفشنسي ليدنج تو ديستربشن اوف نورمال ميتابوليزم وهذا اللي بيصير في عندي حسب ال وين هذا الانزيم صار له ديفشنسي. فالان راح نشوف اذا بده يكون في عندنا بروتين انبورن ايرور اوف ميتابوليزم وبرضه في عندي يوريك uh, اسيد وفي عندي كاربوهيدريت وهكذا فالان accumulation of toxic substrates حكينا حسب الجارودس Garrod's hypothesis و impaired formation فراح يصير في deficiency الان اغلب ال ال inborn metabolism دائما اتذكر انهم ايش autosomal recessive اغلبهم ما عدا يمكن ثلاثة او اربعة فقط راح نشوفهم الان لكن الاغلب autosomal recessive وهذا الاشي ايش بودينا الى زواج الاقارب consanguinity فهذا يعني من اهم الشغلات اللي نعرفها أنهم كلهم autosomal ريسيف ما عدا ثلاثة أو أربعة إن شاء الله راح نشوفهم فإذا هاي نرجع نعيد الجاروتس هايبوثيسز إنه سبستريت بصير له إكسس والبرودكت بصير له ديفشنسي نتيجة إنه الإنزيم صار فيه ديفكت طيب الآن إيش ليش ليش موضوع الإنبورن اروف ميتابوليزم كثير مهم عندنا لأنه الإنبورن اروف ميتابوليزم إذا الطفل أنت ما شخصه بكير خلص يعني بصير في عنده منتال ريتارديشن ويعني سيفير ديفكتس آه بالبادي لكن اذا انت اكتشفت هذا الاشي بكير آه ممكن يكون علاجه كثير سهل ممكن يكون شغلات آه الدياجنوسيس برضو لإله ممكن يكون سهل فانت بتحمي يعني آه مريض من انه يصير في عنده سفير من تريتارديشن ومشاكل اخرى فالان آه انت بدك اي مريض يجي بالشغلات اللي هسه رح نحكيها بدك تحط ببالك ديفرنشال دايجنوستس ان بورن اوف شو هم الشغلات اول شيء يجيك طفل كريتيكالي ال عنده سيجرز انكيفالوباثي من ريتارديشن اور ديفلوبمنت ديلي اور ريجريشن ريكراند فوميتينج ان يوجوال اودر سواء كانت للسكن او لليورين هسه رح نشوف بعض الامراض بالسكن بيكون في عنده رائحه مميزه او باليورين في رائحه مميزه وعندك ان اكسبليند اسيدوسيس لانه في عندنا يعني موضوع كثير كبير اسمه ال الانبورن اوف ميتابوليزم للميتابوليك اسيدوسيس او للاورجانيك اسيدز اللي راح نشوفهم الان هايبر امونيميا هايبوغلايسيميا هايبوتونيا كارديوميوباثي هيباتو سيريو ديس فانكشن فيلر تو ثرايف اي شيء من هذول ويجيك الطفل فيري فيري uh, يعني كثير كثير تعبان فيري سيك بدك تحط في بالك ديفرنشال ديجنوسز اللي هو الاي اي ام الان ديفرنشال او عفوا ديسوردرز الان رح نجيهم مرتبين حسب المواضيع في عندك الانبورن ايرو اوف ميتابوليزم للكربوهيدرات لا الامينو اسيدز اورجانيك اسيدز اللي هم حكينا بيعملوا لنا ميتابوليك Urea يوريا سايكل هذول بيكون في عندهم الامونيا مرتفعه وهسه رح نعرف كيف بدنا نفرق بين هذول الاثنين آه بيورين ميتابوليزم وراح نحكي بس غالبا عن ليش نيهان آه سندروم لبيد ميتابوليزم والميتوكوندريال فانكشن الان احيانا بصنفوهم برضو انه الكربوهيدرات ميتابوليزم بحطوها لحال وعندك البروتين ميتابوليزم بحطوا فيها الامينو اسيدز بحطوا فيها اليوريا سايكل مع بعضهم يعني أم لكن الان احنا بدنا نحط كل واحد لحال حتى إيش نحكي بشكل مختصر ان شاء الله الان نيجي لاول شيء الكربوهيدرات ميتابوليزم واهم شيء اللي هو الجلاكتوسيما الجلاكتوسيما موضوع كثير مهم ويعني اهم شيء انك تعرف فيه الانزيمز كلهم يعني هم 3 انزيمز لكن اهم شيء نعرف التو انزيمز اللي هسه راح نشوفهم وكيف كل واحد راح يشتغل حتى نفهم شو بصير بالضبط بالجلاكتوسيما الان جلاكتوسيما هاي الصوره هي المهمه عندي الان بنعرف انه الطفل اول ما يولد بيكون بس يعني اكسكلوسيف ميلك feeding فبالتالي هون الميلك شوجر اللي هو اللاكتوز فاللاكتوز بتحول بالبرش بوردر اوف ذا intestine في انزيم عندي اسمه لاكتيز انزيم بحول اللاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز واضح اذا جلوكوز وجلاكتوز الان الجلاكتوز بيدخل على البلد بس يدخل على البلد الان هون ارسم عندي خط هذا كثير مهم انك تعرف انه في هون خط لان ليش الخط هذا؟ لانه تحت الخط هذا بدنا إحنا ندخل على السيلز سواء الليفر او البرين. في اذر تيشوز كمان لكن اللي بيهمني الليفر والبرين تمام؟ لكن فوق هذا بضلوا بس ايش؟ بالبلد الجلاكتوز ما بصير في عندي مشاكل بالليفر والبرين. طيب شو بصير في عندي؟ لان هذا الجلاكتوز بس يدخل على البلد بدخل بعدين على الخلايا اللي هي الليفر والبرين. اهم اشي في عندي اول اهم انزيم اسمه جلاكتوكاينيز انزيم جلاكتوكيناز <applause> انزيم من اسمه فهو بيحط فوسفات فهذا الجلاكتوكيناز انزيم بيحط فوسفات على الجلاكتوز فبصير اسمه جلاكتوز 1 فوسفات جلاكتوز 1 فوسفات الان برضو في عندي انزيم ثاني اللي هو كمان يعني اهم انزيم بكل الجلاكتوسيميا اللي هو الجالب انزيم الجالب انزيم اللي هو جلاكتوز 1 فوسفات يوريديل ترانسفيراز او اسمه جالب انزيم فهذا الجالب انزيم بيحول جلاكتوز 1 فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت في عندي انزيم ثالث اسمه ايبيميريز لكن مش مهم هذا الايبيميريز هذا بيحول الجلاكتوز برجعه الى الى جلوكوز وهكذا لكن مش مهم عندي انا بهم كثير عندي اللي هو الجالب انزيم رقم واحد والجلاكتوكاينيز انزيم رقم اثنين شو اللي بصير الان بالضبط الان مش دخل الجلاكتوز على الخلايا الليفر والبرين الان اول ما راح يشوف بوجهه الجلاكتو انزيم راح يحوله الى جلاكتوز 1 هذا الجلاكتو انزيم اذا كان فيه ديفيشنسي وين راح يتراكم الجلاكتوز ما راح يتراكم بخلايا الليفر والبرين لانه هذا موجود اول ما تدخل على الخلايا موجود هناك فبالتالي الجلاكتوز ما راح يكون دخل على الليفر والبرين راح يظل وين راح يظل متراكم عندي بالبلد الجلاكتوز واضح فالمريض اللي بيكون في عنده جلاكتوز كاينيز او جلاكتو كاينيز انزيم ديفيشنسي راح يكون في عنده مشاكل هسا راح نحكيها لكن ما بيكون في عنده ليفر وبرين بروبلمز واضح طيب شو بده يصير عندهم هذول لان هون الجلاكتوز لما يجي على الدم بيروح على اللينس واضح بيروح على اللينس فهذا الجلاكتوز في عندي إنزايم باللينس اسمه الدوليز آه, او الدوز ريدكتيز هذا الالدوز ريدكتيز بحول الجلاكتوز الى جلاكتو الجلاكتو <applause> تي هذا الاوزمولاريتي تاعته كثير عاليه فبسحب الووتر عليه واضح بتنسحب السوائل الى هذا الجلاكتو تول <applause> اللي هو الان متراكم باللنس فعشان هيك بصير في عندهم كاتراكت عشان هيك مرضى الجلكتوسيميا عندهم كاتراكت بسبب الجلاكتو تي <applause> اللي تكون عندي وتراكم وين باللنس واضح طيب الان فاذا المرضى اللي عندهم جلاكتو كاينيز انزايم ديفشنسي ما راح يجوك بإشي الا ايش الا انه عندهم كتراكت لكن ليفر وبرين بروبلم ما في واضح بينما القضيه وين القضيه اذا كان جلاكتو انزيم موجود راح يتحول جلاكتوز 1 فوسفيت وهذا راح يكون موجود الان بالليفر والبرين سيلز فاذا كان في عندي انا الان مشكله بالجالب انزيم او ديفشنسي بالجالب انزيم راح يتراكم الجلاكتوز 1 فوسفيت بالليفر والبرين وهذا اللي هو الكلاسيك جلاكتوسيميا وهون اللي بيكون الطفل كثير تعبان والليفر والبرين عندهم يعني آه بروبلمز كثير سيئه واضح تمام فاذا هون الجلاكتو انزيم اي مشكله فيه ما بتاثر بس بيصير في عنده كاتراكت لكن القلب انزيم هو اللي راح يكون في عندي اكيميليشن للجلاكتوز 1 فوسفيت بالليفر والبرين زاد اكيميليشن للجلاكتوز بال بالبلد راح ينتج عندي كاتراكت طيب فالجلاكتوسيمتري باي ريموفينج فود ذات كونتين جلاكتوز هذول طبعا ايش بدهم إيه؟ الطفل بده يظلوا ماشي على جلاكتوز فري دايت ان تريتد جلاكتوسيميا راح يصير عندهم هارمفول بيلد اب للجلاكتوز والجلاكتوز وان فوسفيت ان بلاد ستريم اند بودي تيشوز بودي تيشوز الان احنا بنتكلم عن الكلاسيك جلاكتوسيميا uh, اللي هو المشكله بالجالفينزاي The infant with unrecognized galactosemia usually have problems with feeding and do not grow as they should. أكيد رح يكون في عندهم failure to thrive ومشاكل كثيرة. If galactosemia is not treated, infant can develop cataract, liver disease, brain damage, and some cases can lead to death. واضح؟ فعشان عشان هيك مرض كثير uh, سيء. هي التايبس types اللي موجودين عندنا. هي الكلاسيك الكلاسيك جلاكتوسيميا اللي هو deficiency بالقلب enzyme. بينما في عندك الجلاكتوكاينيز ديفشنسي هذا ما بيكون في عندهم الا كتراكت والابيمريز مش كثير مهم الابيمريز ما مش مطلوب منا ان نعرفه لكن هذول الاثنين هم اهم شيء الان المريض راح يكون الطفل بيجيك بليدرجي فوميتنج دياريا فيلر تو ثرايف جوندس نتيجه الليفر بروبلم uh, ونتيجه اصلا الليفر راح يصير في عنده ليفر دامج ومن الليفر دامج اكيد راح يصير في عندك جوندس برضو من الليفر دامج راح يصير في عندك هايبوغلايسيميا لأن الليفر فانكشن خلاص راح راح تكون كثير سيئة. None of these symptoms are specific للجلاكتوسيميا أكيد لأنه الآن أغلب راح نشوف إنه أغلب الـ inborn error of ميتابوليزم diseases أكثرهم يعني عندهم نفس هذول الـ symptoms. آه لكن أنت لما يعني خلينا نحكي آه هون هون بيجي دورك إنك أنت تعرف شو هو آه المرض اللي عنده بالضبط. وإشي كثير يعني مهم انه ممكن يلفت نظرك الى انه تفكر بجلاكتوسيميا انك تشوف الطفل عنده هذول كل السيمتومز زائد كتراكت واضح طيب نيجي الان للفروكتوز انتوليرانس فروكتوز انتوليرانس تقريبا نفس مبدا الجلاكتوسيميا لكن الان راح نشوف بصوره اه نفس اللي قبل شوي الان الفروكتوز من وين بيجي الفروكتوز ما بيجي من الملك الملك ما فيه فروكتوز الفروكتوز بيجي من السكروز اللي هو سكر المائده انت بتاخده في برضه في عنده بالبرش بوردر اوف انتستين في سكريز انزيم بحول السكروز الى جلوكوز وفركتوز واضح؟ اذا هي الفركتوز او ممكن بدون آه بدون انزيمز بدون اشي من الفروتس والهاني ممكن من الفروتس والهني آه فيهم فركتوز فبالتالي مباشره بيكون في عندي انا فركتوز جاهز بدون اي انزيم او شيء الان هي الفركتوز بدخل فركتوز على البلد الاشي الحلو بالموضوع انه هون ما في اي مشكله ما بيروح الفركتوز على اللينس واضح ما في عندي اي اكوميليشن للفركتوز باللينس لكن القضيه وين انه قضيه بالليفر والكدني او او باقي الاورجنز اللي بالجسم الان في نفس الاشي في عندي انزيمين مهمات فروكتوكاينيز انزيم نفس شغل الانزيم الماضي والالدوليز بي انزيم نفس شغل القلب بالجلاكتوسيميا فهذا الفروكتوكاينيز انزيم لو كان في ديفشنسي المريض راح يجي يعني ما في عنده هذيك الاعراض ابدا واضح ليش لانه راح يكون في عنده بس فركتوز يوريا وهذا الاشي يعني ما ما بعمل له هذيك المشاكل بينما اذا كان في عندي مشكله بالالدوليز هون المشاكل لانه الفركتوز 1 فوسفيت راح يتراكم بالليفر والكدني وراح يعمل لي فيلير بالليفر خصوصا وهي هون بتكون المشاكل فالفركتوز انتوليرنس هو ديفشنسي بالفركتوز 1 فوسفيت آه الدوليز او اللي بيسموه الدوليز بي انزيم which lead to accumulation للفركتوز 1 فوسفيت in blood هذا هو الخطير وهذا هو المهم symptoms include vomiting hypoglycemia failure to thrive cachexia hepatomegaly نفس الاعراض يعني خلينا نحكي زائد metabolic acidosis يكون عندهم lactic acidosis الان شغله كثير مهمه لازم تفكر فيها انه المرضى اللي عندهم فروكتوز انتوليرنس او الاطفال ما راح يجيك من اول من اول ايام وعنده ساين وسيمتومز للفروكتوز انتوليرنس لانه حكينا الفروكتوز مش موجود بالملك فبالتالي الفروكتوز ما راح يجي الا متى الا يصير في ويننج وتبلش الام تطعم ابنها سواء كان فروتس او اي شيء او انها يعني تشربه مثلا عصير او او اي شيء فيه سكروز وقتها بتبلش عنده اعراض الفروكتوز انتوليرنس او هاني رغم انه الهاني ممنوع للاطفال الا يعني بعد سنتين عشان نخاف من الكلوستريديوم بوتيوليزم فاذا هاي الفركتوز انتولرنس هيك تقريبا حكينا عن الكربوهيدرات ان بورن في ميتابوليزم رغم انه معاهم كمان الجلايكوجين ستورج ديزيز بس ما راح نحكي عنهم هون جلايكوجين <متحدث> ستيرويد حطيناها بالاخير كجدول بس نحكي بس اهم انواع الجلايكوجين ستيرويد لان يجي الانبون ايرور اوف ميتابوليزم <متحدث> للامينو اسيدز موضوع كثير مهم وراح نحكي عن تقريبا آه ست امراض مهمات في عندك فينيلكتينوريا والهايبر تايروسينيميا آه والهوموسيستينوريا مابل سيراب ديزيز هارت ناب ديزيز والسيستينوريا الان بلش اول شيء بالفينيلكتينوريا فينيلكتينوريا هو انه يكون في عندي انا مشكله بالفينيل آه آه امينو اسيد انه بصير له اكيوميليشن الفينيل امينو اسيد لانه الفينيل بتحول الى تايروسين عن طريق انزيم اسمه فينيل انالين هيدروكسيليز هذا الانزيم اذا كان فيه ديفشنسي راح يتراكم الفينيل بالجسم والتايروسين راح يقل عندي بالجسم فل فليجيك المريض باعراض زياده الفينيل واعراض نقص التايروسين مع بعض شو هم هسه راح اشوفهم ان شاء الله فاذا هو جينيتك ميوتيشن الان الفعل اكثر من نوع مش مهم نعرفهم كلهم تقريبا 5 تايبس 5 شو هم ال5 types؟ احيانا بحكي لك ايش انه اما الانزيم نفسه توتالي totally uh, مش موجود او توتالي totally ابسنت او انه يكون الانزيم يعني شوي يعني موجود لكن نون فانكشنال fun, فبتكون الفانكشن تاعته يعني اقل او انه يكون الكو فاكتور لهذا الانزيم فيه مشكله او انه الطفل بصير في عنده شيء اسمه كونجنيتال فينيلكيتونوريا او اللي هو بيكون جاي من الام يعني انه الام بيكون في عندها فينيلكيتونوريا او يعني فينيلالانيميا اللي بيرتفع الفينيلالين عندها وهذا الاشي راح يعمل مشاكل عند الطفل لكن اول ما يولد بتكون بلشة عنده المشاكل وواضح المشاكل فهسه راح اشوفه شاء الله. فإذا الفينل كيتونوريا حكينا في عندك أنت فينل أنلين هيدروكسيليز انزيم هذا اللي بحول الفينال أنلين إلى تايروسين. تمام فإذا بيرتفع عندك الفينال أنلين، لكن المرض مش اسمه فينل أنلينيميا، المرض اسمه فينل كيتونوريا. واضح؟ أو أو مش كمان اسمه فينل يوريا هو اسمه فينل كيتونوريا، ليش؟ لأنه في أنزيم عندي اسمه ترانز أمينيز. باخذ الامين جروب وبحط كيتون جروب فبتحول اسمه الى فينال كيتون الان هذا الفينال ألين بس يتراكم عندي بالجسم احيانا بتحول الى فينال أسيتات. وهي الفينال أسيتات الها رائحه مميزه فهي الفينال أسيتات بتغير ريحه الطفل زي ماستي اودر يعني زي ريحه العفن تقريبا فهي نتيجه انه تحول فينال الانين الى فينال أسيتات وميتابولايتس اخرى الان نقص التايروسين برضو بيعمل لي اعراض لانه التايروسين از بريكورسر لايش؟ للكيتوكولامينز، الكيتوكولامينز الموجودة عندي، التايروسينز هو بريكورسر لإلها، فهذا راح يكون في عنده آه مشاكل بالكيتوكولامينز، برضو إشي كثير مهم وواضح على الطفل، إنه التايروسين إذا بريكورسر فور ميلانين، صبغة الميلانين بالجسم، لازم يكون في تايروسين حتى يتحول إلى ميلانين، فإذا كان في عندي ديفشنسي بالتايروسين راح يكون هذول عندهم فير هير، ويعني خلينا نحكي آه لونهم شوي آه مشاكل لانه عشان الميلانين فيه مشاكل آه برضو للثايروكسين هرمون التايروسين از بريكورسر معروف للثايروكسين هرمون فبالتالي برضه راح يكون في عندهم مشاكل بالثايروكسين الان هذول هم الـ, الـ او 6 تايبس كمان هم للفن الكتنوري لكن مش مهم نعرفهم كلهم نعرف اول شيء واهم شيء اللي هو ال1 اللي هو الكلاسيك تايب اوف فن الكتنوري هون بيكون في توتال ديفشنسي للفينالين الانين هيدروكسيز بينما تايب 2 بحكي لك بارشل ديفشنسي وتايب 3 ديلي ماتوريشن اه للفينالين وتايب 4 ديفشنسي للداي هايد داي هايدرو بايوتيرين ريدكتيز هذا هو ايش هذا هو الكو فاكتور للانزيم آه في الاني فاذا كان في إيه اكيد بالكو فاكتور في إيه ديفشنسي راح يكون الانزيم برضه في إيه ديفشنسي وبرضه بالاخير عندك انت كمان آه عندك الماتيرنال اللي حكينا بيكون في جينيتيك ان بورن إيرون المذ... المذرة بيكون عندها آه هايبر في آه يعني عندها و... عندها واحد من الانواع هذول المايلد فمرتفع عندها الفين الانينين آه لكن تكون نورمال تقريبا لكن الطفل عندها بس بس يولد بيكون في عنده آه نوع اسمه ماتيرنال لكن اهم شيء حكينا اللي هو التايب 1 الآن شو الاعراض حكينا الاعراض بيكون في عندك هون مثلا اول شيء انه ديكريز ثايرويد هرمون فالطفل ممكن يكون في عنده كريتينيزم او ساينز اوف كريتينيزم وبيكون تشوبي نتيجه ثايرويديزم لانه حكينا التايروسين بريكورسر للثايرويد هرمون يكون عندهم هايبر بيجمنتيشن نتيجة نقص المينالين لأنه برضو التايروسين از بريكورسر للمينالين فهو بيكون عندهم فير هير وغالبا بيجي السؤال بحكي لك انه فير هير بيبي وعنده واحد اثنين ثلاث شو بتتوقع؟ بدك تحط ببالك الفينيل كيتينوريا ديكريزر الكاتيكولاميز ال وهون حكينا الفينيل كيتونز اذا تراكم بصير في عندهم ماوسي اند ماسي اودر باليورين وبالسويت آه فهاي من الشغلات اللي بتميز لي كمان انه ريحه الطفل المميزه هاي انه انا بعرف منها انه ذس از فينل كيس الان هون حكينا انه في الانين بيرتفع والتيروسين بقلب السيره بيكون في عندهم سي ان اس سيمتومز فيلر تو جرو ووك توك مايكرو هذا اذا كان ماتيرنال بيكون مايكروسيفالي الطفل اول ما يولد كونفالجنز منتال ريتارديشن ولو آه اي كيو هاي الاعراض اللي غالبا بتيجي الان هي زي ما انت كيف في فير هير عندهم فهذول الاطفال بما انه فير هيرو عندهم سي ان اس بروبلمز آه وبتكون كمان ريحتهم المميزه بتدلك الى فين الكيتينوريا الان دايجنوس انك تشوف انت البلاد فين الانين بلاد فين الانين نورمال بيكون 1 ملغرام لكل ديسيلتر لكن بانك تشخص انه ذس فين الكيتينوريا لازم يكون ابوف 20 ملغرام لكل ديسيلتر الان في برضو تيست مهم اسمه جاثريز تيست جاثريز تيست بحكي لك هو في عندك بكتيريا اسمها باسيلس آه سابتلس هاي البسله السبتلس ما بتعيش وكنات تجرو باي ميديا الا اذا كانت هاي الميديا او الميديوم هذا آه ريتش آه ودفن فبالتالي اذا كانت هاي آه البسله السبتلس انت حطيتها باليورين باليورين آه تاع المريض الفين الكيتونوريا راح تعيش بينما اذا حطيتها بنورمال يورين ما راح تعيش فهي وحدة من التست بسموها جاثريستس فبالنورمال يورين بسله سبتلس نو جرو او نوت جروث أه بينما بينما الكيتونوريا يورين أه بس سبترس هي بتحتاج الانين حتى تعيش فبصير لها أه جروس أه الان طبعا ما بدنا نستبق احداث الامور هاي لكن بدنا نحكي بشكل خاص انه انه شو لازم تعمل بالضبط لمريض الفين اول شيء واهم شيء لازم يكون على فين فري دايت فهذول لهم دايت مخصص لازم يبعدوا عن اي شيء فيه فين الألنين. دايتري برودكتس الملك طبعا حكينا لازم تجيب لهم فين فري ملك وشغله كثير مهمه اللي هو الاسبرتيم الاسبرتيم هذول هم الارتفيشال سويتنرز المحليات الصناعيه اللي بحطوها بالعصير بالبيبسي بالكولا هاي الشغلات الاسبرتيم هي عباره عن ايش؟ هو عباره عن ان اسبارت الفينيل انيلين ايستر فبالتالي هو مليان في هذا الاسبرتام اللي هو المحليات الصناعيه هاي فممنوع يشرب لا كولا ولا بيبسي ولا الشغلات هاي كمان نيجي الان للمرض الثاني من, من الامينو اسيدز ايرورز في عندنا الكابتنوريا يعني فيري رير ديزيز لكن كثير موجود بالاردن يعني خلينا نحكي 95% من الحالات اللي بالعالم كله موجوده في محافظه الكرك بالاردن فمرض الكابتنوريا او بسموه البلاك يورين ديزيز لانه هذول اليورين بيكون عندهم مميز انه لونه بلاك آه هو اوت سمرسف برضه كونديشن آه طبعا الانسيدنس بيكون 1 يعني خلينا نحكي 250 الف بيرث يعني فيري فيري رير ديزيز بيكون ديفشنسي في انزيم اسمه هوموجينز ديسيت آه اوكسيديز هذول المرضى ليفينج a normal life in early to middle ages الان شو بيصير في عندي هون هون في عندي شيء اسمه هوموجينتسك اسيد بتحول الى مثل مثل اسيتو اسيتو اسيتات اللي بده يروح على الكريبت سايكل فهي الانزيم اللي عندي هون بصير فيه ديفشنسي فبتراكم الهوموجينتسك اسيد بتحول الى هاي المواد وبالاخير بده يتحول لك الى الكابتون باديز الموجوده عندي باليورين بت يعني عفوا بتروح على اليورين وهناك بتعطيني البلاك كلر الموجود عندي زائد انه الهوموجينتسك اسيد هذا راح يتراكم بالكونكتيف تيشوز راح يتراكم عندهم بالمفاصل فبيكون في عندهم هذول غالبا كيف بيتم تشخيصهم بيكون في عندهم ارثرايتس وبيكون في عندهم كيدني uh ستونز احيانا بصير في عندهم ستونز نتي آه نتيجه الهوموجنتسك اسيدز ال ال وبرضه هذول بيكون في عندهم اوكرونوسز بالاي بتلاقي بالسكليرا في سواد نتيجه تراكم برضه الهوموجنتسك اسيد فتشخيصه بيكون كثير سهل يعني آه، اما انك تشوف الهوموجينسيك اسيد او لحاله على اليورين نفسه آه ببين لون لون اليورين بلاك آه ليش طيب ليش المرضى اصلا هذول ما بيجوا آه، ما بيجوك من اول بحكوا لك انه اليورين عندنا بلاك انا بحكي لك ليش لانه اول ما بطلع اليورين بيكون نورمال كلر لكن نتيجه تفاعل الهوموجينسيك اسيد مع الاكسجين بتحول الى لونه البلاك فهو ما بيكون بلاك من اول شيء واضح وهي هون زي ما انتم شايفين تراكم ل آه، اسد اسيد بالجوينتس هون بالديسك وهون بالاير وبرضه بالايز كثير مهم بتلاقي السكليرة فيها سواد فهذا الهومو آه الهوموجينسيك اسيد اللي هو بالالكابتينوريا نيجي الان لمرض الالبينيزم معروف شو هو الالبينيزم اوتسومر ديزيز واحد لكل عشرين الف آه بالبوبيوليشن السبب آه فيه اللي هو التايروسينيز انزيم اللي بيحول التايروسين الى ميلانين واضح فبكون في عندهم ايش البينيزم هذول آه فبصير في عندهم ديفكت سينثيز للميلانين عندهم برضه فوتوفوبيا نستاغمس اند ديكريز فيجوال acuity ليش؟ لانه احنا في عندنا تو تايبس او احيانا 3 تايبس في شيء اسمه اوكيولار البنزم هون انه الايرس نفسها مش مصبوغه بالميلين فبالتالي ما راح يكون فيها ميلانين فانت بتشوف blood فيزلز فبيكون لون العين عندهم احمر هذول نتيجة انه ما في عندك ميلانين بالاي هذا بسموه اوكيولار آه وفي وفي كيوتانيوس البنزم بتلاقي بس جسمه آه ما في صبغة لكن آه الآي فيها أو في نوع الثالث اللي هو أوكيولو كيوتاني إنه اثنين ما عندهم ما فيهم آه ميلانين هون الباث لكن مش بس إنه نعرف إنه التايروسينيز إنزيم هو اللي فيه مشكلة هذا الباث اللي بده يتحول التايروسين بالأخير إلى ميلانين الآن هاي المثال على الألبنزم لكن هاي أي نوع هاي في شايفين انتو عيونه كيف ريد كلر آه uh, وبرضه بنفس الوقت في عندك كيوتانيوس فهو اوكيلو كيوتانيوس تايب اوف الان في نيجي للتايروسينيميا هون بتراكم التايروسين في البادي هون في ثلاث انواع للتايروسينيميا آه فهون نورمال بلازما تايروسين كونسنتريشن غالبا بحكي لك من 30 الى 120 مايكرومول مول لكل لتر بالهايبر تايروسينيميا بيكون اكثر من 200 مايكرو مول uh, وتبلش الكلينيكال مانفستيشن اكثر من 500 مايكرومول. مول اللي انا حكينا 3 تايبس في اول نوع اسمه هيبات ورينال تايروسينيميا وهذا بيكون في عندهم غالبا اعراض ليفر فيلير نتيجه انه هيباتو نتيجه انه صار في عندك ليفر دامج في اوكيولو كيتاني والتايروسينيميا وفي نيونيتال تايروسينيميا راح نحكيهم باختصار ان شاء الله نيجي على الهيبات ورينال تايروسينيميا آه او بحكوا له تايروسينوسيس هو برضه اوتوسومر ريسيف نفس الشيء آه بس شوي يعني آه كومن اكثر من باقي الاشياء الثانيه فهو واحد ونص لكل 1000 حاله ديفشنسي بيكون بالفيومرال اسيتو اسيتيت هيدروليز مش مهم السيمتونز فير 6 مانثس اند ذس اوكي رابيدلي كثير خطير وكثير سيء الان شو المميز بالهيباتورينال تايروسينيميا وغالبا اذا بده يجي سؤال بيجي عليه اللي هو الكابج لايك اودر كابج لايك اودر انه زي ريحه الملفوف المغلي بيكون ريحه الجسم فبيكون عندهم هايبوغلايسيميا ذن ليفر failure فهم غالبا بيجوا باعراض آه والديث أصلاً بصير نتيجة الليفر فيريا هذا الهيباتورينال تايروسينيميا آه الآن ممكن يكون في عندهم آه ميلد من تريتارديشن آه وهذه الفحوصات اللي أنت ممكن تطلبها أو ممكن تشوفها باليورين والتايروسين بالسيرم حكينا بتولش الأعراض إذا كان أكثر من 500 وهذا الاشي كافي أنك أنت تعرف أنه ديس تايروسينيميا اوكي اللوكيتانيا سينيميا يكون بيكون في عندهم بين من ايديهم واجريهم بيكون في عندك آه كيراتوسيز وهايبر كيراتوسيز وخصوصا بالبالمر سيرفس بتلاقي هايبر كيراتوسيز وكورنيال ليجنز بتكون في عندهم آه يعني بتشبه الكاتراكت لكن هي كورنيال ليجنز وبتعمل لي هاي فوتوفوبيا وبرضه نفس الشيء انا راح الاقي عندهم هذول آه هايبر تايروسين آه باليورين وهدول ممكن غالبا بيكون في عندهم مينتريتارديشن آه سيفير مينتريتارديشن مش زي المايلد مينتريتارديشن ممكن نشوفه بالهيباتورينال آه النوع الثالث اللي هو اللي حكينا بالتايروسين مش مهم كمان الان هوموسيستين يوريا هوموسيستين يوريا اللي هو تراكم عندي الهوموسيستين آه برودكت اللي هسه راح نشوفه فهو برضه كمان هذا اوتسومر ريسيف

بكير هذول ممكن يكبروا ويعيشوا حياتهم لكن بيكون في عندهم منتال ريتارديشن والسكيت الفيتشرز الموجوده عندهم انه مارفينويد هابتس بتشوفوا بتفكروا مارفان لكن الان رح نعرف شو الفرق بينه وبين المارفان بيكون with normal to tall stature occasionally failure to thrive in infancy هذول بال infancy بكونوا failure to thrive لكن بس يكبروا شوي بيكونوا مارفينويد هابتس انه أه... long fingers والفيتس ال... ال... وال arms والهانز بتكون شوي يعني اكبر واطول من الطبيعي آه بيكون في عندهم هذول فاين بريتل هير هاي بوبيجمنتيشن هاي ارش باليت كراود تيث ليميتد جوينت آه جوينت آه موبيليتي وبيكتس اكزيفيتا آه وبالاي برضو بيكون في عندهم آه آه لينس ديسلوكيشن آه فغالبا يعني الشغلات نفسها نفس نفس شغلات المارفان تقريبا لكن شو بيميزني آه بين المارفان سندروم والهومو سيستينيوريا <applause> انه انا عندي اول إشي الهوموسيستين يوريا اوتوسومال ريسيف ديزيز بينما مارفان سندروم از اوتوسومال دومينانت ديزيز الشغله الثانيه مارفان سيندروم الاي كيو نورمال عندهم عادي بيعيشوا حياتهم كثير طبيعي المارفان بينما هذول الهوموسيستين يوريا بيكون في عندهم مشاكل آه بيكون عندهم يعني مينتر ريتارديشن وبالنسبه للشغلات الثانيه طبعا اهم شيء ان نعرف انه اصلا المارفان سيندروم بيكون في عندي مشكله بالفبريلين جين ما له دخل باي برودكتس او انزيمز او يعني اي مشاكل انزيم بروبلمز بينما الهوموسيستين يوري بيكون في عندي مشكله انه تراكم الهوموسيستين عندي آه بالجسم والشغله الاخيره بالنسبه للاي واللينس ديسلوكيشن المارفان بتكون ديسلوكيشن للاعلى سوبيريور ديسلوكيشن بينما آه هاي لازم احنا كتبنا هوموسيستين يوريا تمام آه بينما بالهوموسيستين يوريا بيكون الديسلوكيشن لتحت فغالبا بمثلوها انه في مان على هورس في واحد راكب على الحصان فالمان اللي هو المارفان راكب فوق الحصان فهو الليست دسلوكيشن بيكون للاعلى بينما الهورس هو الهوموسيستين يوريا فالديسلوكيشن بيكون لتحت طيب الان هون زي ما انتم شايفين هون في عندي انا الهوموسيستين آه الموجود عندي هون الهوموسيستين وممكن آه انه يكون في عندي هون هي ديفشنسي بهذا الانزيم فما بتحول الهوموسيستين للبرودكتس تاعته بالاخير الى سيستين آه فبضل متراكم عندي الهوموسيستين آه برضه ممكن آه أكويرد هوموسيستين يوريا تصير عندي عند عندي وعندك وعند اي انسان لكن اكيد ما راح تيجي بسكيلت المانفستيشن زي الناس اللي اصلا عندهم ديفكت بالانزيم كيف اذا كان في عندك انت بي 12 او فوليك اسيد ديفشنسي اذا في بي 12 او فوليك اسيد ديفشنسي بعد فتره لانه اصلا البي 12 والفوليك اسيد البي 12 هو مسؤول انه يطلع لك الفوليك اسيد من مخازن تاعته ويروح على البون مرو فبيشتغل البي 12 ك يعني هو الموجود على الباب تاع المخزن الفوليك أسد برضه بيشتغل على نفس الانزيم يعني بيشتغل مرتين او على انزيمين مشيات على نفس الخط برضه مع الانزيم اللي بحول الهوموسيستين الى ميثيونين الى ميثيونين فاذا صار في عندي بي 12 ديفيشنسي اذا صار بي 12 ديفيشنسي شو راح يصير في عندك؟ ما راح يطلع الفوليك أسد الى البون مرو ما راح يطلع الفوليك اسيد الى البون مرو وهذا راح يعمل لك آه انيميا ماكرو سيتيك انيميا وبرضه نفس الشيء الهوموسيستين راح يتراكم عندي ويعمل لي مشاكل بالجسم ويعمل لي آه يعني هو كارديو فاسكولر بروبلم كثير بعمل آه وبزيد الريسك للستروكس والمايوكاردال انفاكشن والشغلات هاي فممكن يكون مرتفع الهوموسيستين عند انسان بس ما برتفع كثير كثير يعني آه مين هم الناس برتفع عندهم اللي عنده بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي لان هي نفس يعني زي ما شفنا احنا مارفينويد لكن بدك تعرف شغله انه هو هذا منتالي ريتاردد نيجي الان للمرض اللي بعده هو المابل سيرب يورين ديزيز المابل سيرب اللي هي هي بالعربي نبات القيقب او شجر القيقب الموجود هون على على علم كندا هذا القيقب آه يعني له رائحه مميزه فهون الديزيز هذا ب... اليورين لهذا الطفل بتكون نفس ريحه المابل سيرب عشان هيك مابل سيرب ديزيز شو المشكله وشو القضيه فيه القضيه انه في عندي انا امينو اسيدز آه لهم برانش برانشينج uh, يعني امينو اسيد او برانش تشين امينو اسيدز فهذول الامينو اسيدز في انزيم بيكسر لي هذول البرانشز الموجوده موجودات فيهم احيانا هذا الانزيم اللي مسؤول عن تكسير البرانش امينو اسيدز بيكون فيه ديفيشينسي فبتراكم البرانش امينو اسيدز وهم الليوسين والايزوليوسين والفالين هذول بس يتراكموا طبعا بيعملوا لي المشاكل هاي سنترال نيرف سيستم وغيرها والإشي المميز فيهم انه بيكون ريحه اليورين ال لهذا الطفل مابل سيراب لايك يورين اودر اي ديجنوس اند دايتري انترفينشن بريفنت complication انك انت بتمنع الشغلات اللي فيها هاي البرانشد امينو اسيدز البي سي كي دي انزيم هذا اللي هو المسؤول عن تكسير الامينو اسيد فاذا ما تكسر هذول راح يرتفعوا الى توكسيك ليفل بالبادي واذا لفت ان تريتد راح يصير في عندهم برين دامج وبروجريسيف نيرف سيستم ديجنريشنز عشان هيك حكينا من اول كثير مهم انك انت تحاول انك تشخص من اول الانبورن ايرو اوف ميتابوليزم وشفتوا قديش يعني احيانا بتكون بس اشي بسيط تيست بسيط بتعرف انه في عندي امبورن ايرو اوف ميتابوليزم صحيح انه راح يعيش حياته بهذا المرض لكن ممكن انت تقلل الكومبليكيشن بشكل كبير الله يشافي الجميع الان السيمتومز هذول غالبا بحكي لك سيمتومز المابل سيرب ديزيز اللي هو من, من اربع الى ست ايام تبلش تظهر السيمتومز بيكون في عنده بور فيدينج فوميتينج بور ويت جين انكريز lethargy difficult تو ويك اب واحيانا بحكي لك ممكن مره بيكون لذارجك مره بيكون سباستيك مره لذارجك سباستيك وهكذا بعد كل فتره بيصير اشي كاركترايز بيرن شوجر سميل اللي هو الـ 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 اللي قصوا عنه اللي هو المابل سيرب تشبه ريحه المابل سيرب عندي باليورين بيكون في عندهم تشينجز بالمسل تون حكينا لذارجك تي ومسل سبازم حكينا الترنيتيف يعني احيانا بتكون وممكن يصير عندهم سيجر وبنكرياتيتس احيانا برضو عند هذول الاطفال فهذا مابل سيرب ديزيز الان في مرض ثاني على السريع نحكي عنه اللي هو الهارت نابز ديزيز، هارت نابز ديزيز هون بيكون في عندي انا مشكله وين؟ مشكله عندي بالكدني، الكدني مسؤول انها ترجع الامينو اسيدز وخصوصا من البروكسيمال رينال تيوبيولز، في احيانا لهذول الامينو اسيدز في بعض الامينو اسيدز ما بيرجعوا، بعض الامينو اسيدز ما بيرجعوا، شو هم؟ بالهارت نابس ديزيز اللي ما برجع اللارج امينو اسيدز الامينو اسيدز الكبيره واهم واحد فيهم مين التريبتوفان تريبتوفان امينو اسيدز هو من لارج امينو اسيدز اذا ما رجع بالكدني رح يطلع لبرا واذا طلع تريبتوفان لبرا باليورين رح يصير في تريبتوفان ديفشنسي عند هذا المريض الان القضيه مش بالتريبتوفان كتريبتوفان القضيه بال... بال... بالشغلات اللي بده يصنعها التريبتوفان التريبتوفان هو بريكورسر لاهم لاكثر من شغله التريبتوفان بريكورسر للسيروتونين السيروتونين مش إذا صار له ديفشنسي مش هذاك الإشي يعني إلا إنه ممكن الإنسان يصير في عنده شوية اكتئاب آه وبرضه هو كمان مسؤول عن الميلاتونين هو بريكورسر للميلاتونين اللي بيطلع من الباينيل جلاند وبيساعد بالنوم لكن برضه مش هذيك القضية لو حتى صار في ديفشنسي بالميلاتونين لكن القضية الأخيرة إنه هو برضه بريكورسر للنياسين النياسين اللي هو الفيتامين بي 3 النياسين فيتامين بي 3 اللي هو بيفيدني بالناد بي اتش والناد بي اتش بلس هذول اللي مسؤولين عندي للاي تي بي برودكشن بالجسم فهذول اذا صار في عنده ديفشنسي بالنياسين راح يصير في عنده مشاكل فالنياسين ديفشنسي بيعملوا لي شيء اسمه بليجرا بليجرا هي نتيجة نقص النياسين فهذول هارت نابز ديزيز القضية مش بالنياسين القضية بانه تريبتوفان صار له ديفشنسي بس حكي انه تريبتوفان اذا صار ديفشنسي ما راح يتصنع النياسين او راح يصير له ديفشنسي فبصير في عندك آه باليغرا لايك هذول باليغرا لايك آه اللي هم بسموهم فور ديز فور ديز او ثري ديز اللي هم دياريا ديرماتيتس ديمنشيا ودث هذول كثير آه يعني ممكن بالاخير كثير ممكن بالاخير يؤدي الى الدف هذا الهارت نافز ديزيز الان نفس الموضوع اذا الكليه نفسها ما رجعت لي امينو اسيد اسمه سيستين هذا السيستين اذا ما رجع برضو راح يعمل لي مرض اسمه سيستينوريا سيستينوريا الان السيستين اللي ما راح يطلع كيف بنكتب سي واي اس تي اي اي ان ففي اي اي ان هذا السيستين او اللي او بالضبط هو السيستين السيستين هذا ما برجع بالمرض السيستينوريا ما بترجع الكدني يعني في عندك مشكله بالابزوربشن للسيستين لا هو مش لحال السيستين احيانا بيكون معه كم شغله لكن اللي بيهمني فيهم السيستين اهم واحد فيهم فهذا السيستين بس يطلع بيلتقي مع سيستين ثاني واذا التقوا سيستين مع سيستين هذول بيصير اسمهم مع بعض سيستاين بحرف الاي هذا السيستاين هو عباره عن تو سيستين مع بعض مرتبطات بداي سلفايد بوند هذول السيستين هذ يعني هو ووتر انسوليبل فبصير له تراكم بالكدني بعمل لي بايلونفرايتس بعمل لي ستونز والشغلات الثانيه واضح فهذا السيستين فهو برضه رير يعني خلينا نحكي اوسامر انه بصير في عندي بريفنت ابزوربشن فور دي بيسك امينو اسيدز اللي هم سيستين اهم شيء uh, هون اللي هو اي e اي او قصدي اي اي بينما لو اثنين سيستين مع مع بعض بصير اسمه سيستاين وبرضه هذول الامينو اسيدز وبالتالي بصير في اكسسيف يورينري اكسكريشن للسيستاين وهذا راح يعمل لي تراكم للسيستاين بالكدني بعمل لي مشاكل فبكون عندهم نوزيا فومتين كرونيك بين وخصوصا يعني لوين بين هيماتوريا نتيجه تراكم السيستاين بالكدني هايدرونفروسيز Infective سيندرومز لايك يعني بايينو نفرايتس ممكن يصير في عندهم هيك بنكون احنا خلصنا الانبورن ايرور اوف ميتابوليزم ل للامينو اسيدز الان نيجي للبيورين وحكينا ما راح نحكي الا على ليش نهاين سيندروم ليش سيندروم الان بدك تحكي انت الان عن اول مرض اكس لينكت اكس لينكت فهذا ايش اكس لينكت ليش نهاين سيندروم مش autosomal ريسيسيف آه بيكون عندك المشكلة في آه البيورين سنتزز إنه في عندي إنزيم إنزيم اسمه الهايبوزين ثينجوانين فوسفورايبو سيل ترانسفيريز أو بسموه الهيبرت إنزيم هذا الإنزيم بصير فيه مشكلة فبصير فيه تراكم ل للسبستريتس ل... آه معينة فبصير في عندي مرض الليشني هان سندروم واللي بيميزني بكل الليشني هان سندروم انه بيكون في عندهم هايبر يوريسيميا تمام <متحدث> فاذا اجاك سؤال شكيت مباشره بانبورن ايرو اوف ميتابوليزم بس تشوف انت هايبر يوريسيميا على السريع لازم تتذكر ليش نيهان سندروم فبكون هذول عندهم مينتال ريتارديشن سيلف ميوتيليشن هذول بضلهم يعني يعضوا اللبس عندهم يعضوا حالهم لانه احيانا بيحكوا لك هم ما بيحسوا اصلا فبالتالي يعضوا حالهم يعضوا اللبس فبيجوك عندهم اللبس فيهم مشاكل مجرحين او اشي او ايديه وامبيرد رينال فانكشن ستونز ممكن يصير في عندهم نتيجة الهايبر يوريسيميا بصير في عندهم يوريك ستونز وابنورمال فيزيكال ديفلوبمنت ممكن تصير عندهم ونذكر انه هو اكس لينكت ديزيز فهذا المنتال ريتارديشن وهي كيف آه هذا المريض وكيف مربطينه وهو قاعد وهون عندك السيلف ميوتيليشن آه لانه حكينا آه يعني سيلف ميوتيشن برضو اشي مميز كثير بالليش نهان سندروم هو والهايبر يوريسيميا طيب نيجي الان للنوع اللي بعده اللي هو اورجانيك اسيدز ان بورن ايرور اوف ميتابوليزم اورجانيك اسيدز الان ما بدنا نحكي عنهم كثير بس انه نعرف انه في عندي اكثر من اورجانيك اسيدز اهمهم الميثل مالونيك اسيد يوريا والبروبونيك او البروبيونيك اسيد هذول المرضين بيكون في عندهم آه تراكم لهذول الاورجانيك اسيدز بما انهم هذول اسيدز فشو بتوقع تيجي من فيسيشن اكيد راح يكون في عندهم آه ميتابوليك اسيدوسيس فهذول المرضى بيكون في عندهم ميتابوليك اسيدوسيس زاد إشي ثاني بيكون في عندهم الامونيا مرتفعه فهذول بيكون في عندهم برضه هايبر امونيميا بينما الان لما نيجي نحكي على اليوريا سايكل ايرور اوف ميتابوليزم راح نعرف انه بس بيكون عندهم هايبر امونيميا بس طبعا بدون ميتابوليك اسيدوس لكن لانه هذول اصلا هم اورجانيك اسيدز فبكون في عندهم ميتابوليك اسيدوس زائد هايبر امونيميا نيجي نحكي عن مثل اه مثل مالونيك اسيد يوريا هو برضه اسمه ريسيف ديزيز كاركترايز اكيوميليشن لمثل مالونيك اسيد بكون في عنده ميوتيشن في انزيم معين او ميوتيشن بالكو فاكتور لهذا الانزيم اللي هو البي 12 تمام فاذا هون زي ما انت شايف هي عندك الميثيل مالونيك اسيد بده يتحول الميثيل مالونيك اسيد او الميثيل مالونيك الى ساكسينيل كو اي وهون الكو فاكتور هو الفيتامين بي 12 الموجود عندي وبرضو نفس الفيتامين بي 12 اذا بتتذكروا حكينا هو البريكورسر للهوموسيستين انه يتحول الى ميثيونين فاذا صار في عندي ديفشنسي بالبي 12 راح يتراكم الهوموسيستين وراح يتراكم الميثيل مالونيك اسيد واضح؟ فهذا طبعا كاكويرد يعني اكويرد ديزيز لكن خلينا نحكي شوي عن العادي ديزيز العادي انه بورن ايرور اوف ميتابوليزم اول ما يولد الطفل اصلا بيكون الانزيم نفسه خربان او بيكون في نفس الكو فاكتور اللي هو البي 12 عنده قليل لكن هذا رير غالبا الانزيم نفسه بيكون فيه ديفشنسي فما بتحول مثل ملك اسد الى ساكسون كو برتفع عندي المثل مالونيك اسيد بعمل لي الميتابوليك اسيدوسز الموجوده عندي وبعمل لي هايبر امونيميا ومن الثانيه الاخرى <applause> بينما كاكوير آه كأكويرد هايبر مثل مالونيك آه اسيديميا حكينا انه المرضى اللي عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي رح يصير في عندهم مثل مالونيك اسيد آه اكيوميوليشن زائد رح يكون في عندهم برضه الهوموسيستين مرتفع آه عشان هيك من بعض الفحوصات اللي بيعملوها للفيتامين بي 12 في ايش كمان من الفحوصات مثل مالونيك اسيد تلاقي مثل مالونيك اسيد مرتفع حتى تميز بين انه ذس از فيتامين بي 12 ديفشنسي ولا فوليك اسيد ديفشنسي وغيرها تمام طيب. طيب الان المريض هذا بايش بيجي بيجي بالليذر جي فوميتنج بور فيدنج تو ثرايف اهم شيء حكينا انه بيكون في عندهم سيفير ميتابوليك اسيدوسيس وهايبر امونيميا هذول بيهموني كثير وهذول اهم شيء ممكن يكون في عندهم ثرومبوسايتوبينيا نيوتروبينيا اكيوت انكيفلوباثي بس طبعا مش شرط يكونوا كلهم موجودين لكن غالبا هذول الاثنين هم اللي بيجوا بيكونوا موجودين البروبيونيك اسيد آه, ايميا نفس الشيء نفس المبدا نفس الوضع بس انك تعرف انه بصير في عندهم ميتابوليك اسيدوسيس وصعب انك تفرقهم الاثنين مع بعض الا انك تطلب الفحوصات لكل الاورجانيك اسيدز وتعرف شو هو الاورجانيك اسيد المرتفع فنفس الشيء بيكون عندهم الاكيميليشن الامونيا واللاكتيك اسيد فاثنين وهذا بيعمل لي هايبر امونيميا وهذا بيعمل لي آه اللاكتيك اسيد بيزيد فبصير في عندي ميتابوليك اسيدوس تمام وبيجوا غالبا نفس الاعراض بور ابيتايد فوميتنج وغيرها ممكن يصير في عندهم بنكريتايتس دايليتد كارديوميباثي كله تقريبا نفس الاعراض لكن انك تميز بيناتهم حكينا انك تشوف في ميتابوليك اسيدوسيس وتشوف في عندك هايبر امونيميا لكن بدك تطلب الاورجانيك اسيد كل اورجانيك اسيد باسمه حتى تعرف شو هو المرتفع طيب نيجي الان لليوريا سايكل لليوريا سايكل آه ميتابوليك ديفكس الموجودة عندي فيهم الآن في عندي أكثر من نوع لليوريا سايكل آه ديسوردرز أكيد بس ما بنقدر نحكي عنهم كلهم يعني لكن اللي دائما بحكوا عنه اللي هو الهايبر أمونيميا تايب 2 عشان الأورنثين ترانس كاربو آه مايوليز انزيم ما بهمني شو هو لكن بدك تعرف انت الان هذول كلياتهم شو بيجي المريض وشو الفنفسيشن بتكون عنده اهم اشي حكينا يعني بيكون في عندهم هايبر امونيميا هايبر امونيميا لكن وذاوت ايش وذاوت ميتابوليك اسيدوس ما في عندهم هذول ميتابوليك اسيدوس لو شفت ميتابوليك اسيدوس معناته ذس از اورجانيك اسيد يوريا واضح فاذا شفت هايبر امونيميا على السريع بدك تفكر باليوريا سايكل ديفكت وبس الجلايكوجين ستورج ديزيز حكينا هذول من ضمن الكربوهيدرات ميتابوليك اسيدوس او عفوا كاربو كاربوهيدرات ميتابوليك ديزيز اللي حكيناهم اول شيء مع الجلاكتوسيميا يعني لكن آه هم اكثر من تايب كثير في تايبس عندك للجلايكوجين ستوريج ديزيز بس بدنا نعرف انه مثلا اهم شيء تايب 1 تايب 2 وتايب 5 هذول بميزوني ليش؟ لانه هذول بيجوا باكسترا آه مانيفستيشنز هسه رح نشوفهم فمثلا عندي هون اول نوع اللي هو تايب 1 اللي هو الفون جيرك ديزيز آه لازم اعرف انه الفونج جيك ديزيز اكثر شيء بصيب الليفر فهذا بيجوا به وليفر فيلير ويعني خلينا نحكي شغلات آه لارج ليفر آه فاستنج هايبوغلايسيميا لاكتيك اسيديميا كله من الليفر النوع الثاني هو البومبيز ديزيز هذا بيجي به هارت هارت فاحيانا هذا كثير مهم البومبيز ديزيز انه بيجيب لك اه طفل عنده هارت بروبلمز اه فانت برضه بدك تفكر اذا في هارت بروبلمز واي شيء ثاني غير الهارت نيرف سيستم اي شيء كذا بدك تحط ببالك بومبيز ديزيز اللي هو تايب 2 والتايب 5 اللي هو الميكاردلز ديزيز بيكون اكثر شيء على, على السكيليت المسلز على السكيليت المسل فبصير في عندهم هذول المسل دامج اكثر شيء نيجي الان اللي بعده اللي هم الميوكو بولي ميوكو ميوكوبوليسكاريدوسيس في كثير عندي انا امراض بتراكم الميوكوبوليسكاريدز بالجسم اهم شيء في عندي ثلاث امراض اللي هم الهيرلر سيندروم وهنتر سيندروم ومور كيو سيندروم الان الهيرلر سندروم طبعا هذول اللي بيميزني فيهم كلهم الميوكوبوليسكرايدوزز بيميزني فيهم الـ الـ الكورس فيتشرز اللي بيجوا فيها من اشكالهم تعرفهم تعرف انه هذا الطفل من اول ما ينول مبين على شكله انه في عنده كورس فيتشر فهي الهيرلر سندروم هو النوع الاول للميوكوبوليسكرايدوزز بيكون في عنده سيفير بروجريشن ديسوردر مالتيبل اورجان انفولفمنت والديث يوجوالي على عمر 10 سنوات آه هذول آه ابير نورمال ان آه آه ات بيرث لكن غالبا بيجوا مبين شوي عندهم الكورس فيتشرز آه اللي انت بتشوفها وهذا مثال يعني هذول برضو عندهم بيكون في عندهم ماسكولر uh بروبلمز فهذول غالبا بيكون في عندهم انجواينال هيرنياز انجواينال فحتى بالجراحه احيانا بسألوه انه شو في شغلات ممكن تكون سسبكتبل انه يكون في عندهم هيرنيا من ضمنها الهيرلر سيندروم لانه بيكون في عندهم ابدومينال ماسلز defects واضح طيب الان uh, diagnosis ميد اب between 6 24 مانث اوف ايج مش مهم عندي لكن ايش هذول اهم اشي هي الشغلات اللي عندهم يكون عندهم هيباتو سبلينوميجالي كورس فيتشر هذا اهم اشي كورنيال كلاودينج برضو من اهم الشغلات اللي ممكن انت تشوفها بالميوكوبر سكرايدوس عشان نميز نوع عنهم هسه الان راح نشوفه ما فيه كورنيال كلاودينج لارج تانج بروميننت forehead, joint جوينت سيفنس شورت and اند dysplasia فاذا هذول الاعراض غالبا بدك تطلع الى كورس فيتشر وتطلع على الكورنيال كلاودنج ليش اطلع على الكورنيال كلاودنج انا بحكي لك لانه الان هي الهانتر ديزيز اللي هو النوع الثاني هاف نو no او لاك اوف كورنيال كلاودنج هذا الهانتر ديزيز هو النوع الثاني او تايب 2 من الم... من ال... هو ما بيكون في عنده لاك اوف او, أو عفوا ما بيكون في عنده كورنيال كلاودين تذكرها الآن هذا هو هنتر فهو صياد فلازم الآيز يكونوا كويسين ما فيهم كلودينج واضح فالهنتر ما عنده كلودينج شغلة كثير كمان مهمة أنك تعرفها الهنتر هو المرض الثاني اللي إكس لينكت إكس لينكت فصرنا حاكيين أنه ليش ناين إكس لينكت وبرضو الهنتر ديزيز إكس لينكت واضح فبرضو الهنتر ديزيز فيه شغلتين مهمات هو إكس لينكت ولاك أوف كورنيال كلودينج بس برضه نفس الشيء في كورس فيتشرز زي ما حكى نيجي الان الموركيو كيو سندروم برضه بيشبههم لكن هذا بيجي بسيفير سكريت ابنورماليتيز تطلع كيف عنده الترانك والسباين و عفوا الفيرتبرا كلهم يعني كيف آه في عندهم كورس فيتشرز كلاودي كورنيز هذا برضه في عنده كلاودي قلنا بس اللي ما عنده كلاودي هو هنتر سباينال كيفيتشر نوك نيك اه نوك نيز آه وسيفير سكريت ابنورماليتيز سيفير شورت ستيتر، وغالبا هذول بيكون في عندهم كارديك فالفولر ليجنز غير طبعا الريستريكتف لانج ديزيز اللي ناتجه نتيجه السكيليتال ابنورماليتيز الموجوده عنده بالباك طيب الان الموضوع اللي بعده اللي هو اللايزوسومال ستورج ديزيز اللايزوسومال ستورج ديزيز هي قائمه كثير طويله لا ستورج ديزيزز وهون تراكم اكثر شيء يعني خلينا نحكي السفينجو مايلين وشغلات سفينكو سواء سفينكو سيربرو سربرو سريب وشغلات الثانية كلها كل مشكلة او ديفكت بانزيم معين بده ينتج عنه ديزيز معين راح نجيهم مع على السريع صليت على النبي اللهم صل محمد الان هي اول واحد اللي هو نايمين بيكس ديزيز هذا واحد من من اشهر امراض Lysosomal Storage Disease uh, بكون في عندهم Neurological Deterioration في بالريتنا شيء اسمه Cherry Red Spot لان انت غالبا هدول Lysosomal Storage Disease بيكون عندهم Cherry Red Spot لكن اكثر مرضين من Lysosomal Storage Disease بيكون عندهم Cherry Red Spot بتفكر اول شيء ب بيك ديزيز او ب sachs Disease اللي رح نشوفه لقدام هذا بيكون في عندهم Cherry Red Spot بيكون عندهم Enlarged Liver سبلين Lipid laden Cells and Bone marrow. و uh, pulmonary uh, diseases uh, liver dysfunction form cells وهذا كمثال uh, يعني النايمن بيك ديزيز نتيجة انه تراكم السفينجوليبتز والسيربروسايديز بيكون في عندهم يعني سيربروسايديز انزيم ديفشنسي وهيك الان الجوشر ديزيز برضه من من اشهر الامراض اللاجوسامر ديزيز لانه يكون هذا يعني انفولف uh, اكثر من من أورجان بالجسم فهو جينيتك ديسوردر فاتي سبستنس أكيموليت ان سيلز اند سيرتن اورجنز كوز باي انزيم ديفشنسي اسمه جلوكوس او الجلوكو سيربروسايديز انزيم اون فاتي اسيد بحول لي الجلوكو سيربروسايدز بكسرها يعني فبالتالي <ممتصلي> الجلوكو سيربروسايدز بيظلوا متراكم عندي بالجسم بتتراكم بالليفر بالبرين باكثر من أورجان. Uh, فاضل از اذا في دي حكينا بده يصير في أكيميليشن لل جلوكوسيربروسايدز ان uh, هون بحكيك وايت بلاد سيلز مونو والليمفوسايتس وبرضه كولكت بالسبلين ليفر كيدني لانج برين بون مارو وحكينا باكثر من شيء بتراكم ساينو سيمبتونز بيكون عندهم पेनلس هيباتوميجالي سبلينوميجالي مينتريتارديشن ربيد اند بريماتشر ديستراكشن للبلود سيلز ليدنج تو انيميا وبرضه بيكون في عندهم هدول الدبليو بي سيلز فيهم بروبلمز لانه حكينا في اكيميليشن برضه للدبليو بي سيلز لان هذول اللايزوسومال ستورج ديزيز قبل ما نحكي عن الكرابس هو اول آه يعني آه اول مرض اكتشف فيه الانزيم ريبليسمنت ثيرابي انزيم ريبليسمنت ثيرابي لان اصلا هذول اللايزوسوم ستورج ديزيز من اسم اللايزوسوم والستورج ديزيز انت في عندك هي اللايزوسوم موجود عندك وهذا اللايزوسومز آه بصير تراكم لهي السبستنس جوا اللايزوسومز واضح فنتيجة انه تراكم جوا اللايزوسوم الدبليو بي سيز ما راح يشتغلوا واللايزوسومز الموجودة بأي خلايا برضو راح يصير لهم تراكم بالخلايا بي هاي سواء كان ليفر سبلين سبلين أي اشي فبعمل لي مشاكل فالآن شو عملوا هم اجوا أعطوا هذا الإنزيم عملوا له إنزيم ريبليسمنت ثيرابي عن طريق الوريد فأنت بتاخذه بالـ في الإنزيم فشو بصير الإنزيم هو جسم غريب يعني بده يدخل الإنزيم على الجسم كجسم غريب تأخذوا الماكروفاجز وبتدخل وبتود... بتدخله على الجسم فبس دخله على الجسم لازم يدخل الى اللايزوسومز حتى يصير له ديجريديشن فالان بس يدخل هذا الانزيم الى اللايزوسوم شو بده يصير بده يلاقي هذول الشغلات اللي اكيميليت لجوا وبكسرهم فصار هو علاج لللايزوسوم والستورج ديزيز بس طبعا مش كلهم الان المثال اللي بعده اللي هو الكرابيز ديزيز برضه نفس الشيء بس هذا بيكون عندهم غالبا سي ان اس بروبلمز لانه بيكون توتال ابسنت اوف مايلين ان سي ان اس توتال للمايلين بالسي الان في برضه نوعين ثانيات في إيش اسمه فابري ديزيز وفي إيش اسمه فاربر ديزيز فابري وفاربر الفابريز ديزيز اعرف انه هو غالبا بخرب للكدني فهو غالبا بيجي عندهم رينال بروبلمز الفابري ديزيز والفاربر ديزيز اتذكر انه في شيء اسمه فاربر تذكر الفارمر المزارع فالمزارع غالبا بيكون في عنده جوينت بروبلمز وهيك فضل بيجوا بجوينت بي مانيفستيشن وبيجوا بي ايضا نوديولز على عند الجوينتس او على السكن فهذا الفاربرز ديزيز هيك احنا بنكون حكينا عن اغلب شغلات اللايزوسومز بضل عندي واحد من اهمهم اللي هو تاي ديزيز وقلنا كيف ممكن نميزه تايساكس ديزيز قلنا في عنده تشيري ريد سبوت بالريتنا هذا اشي كثير مهم التشيري ريد سبوت بالريتنا تاي <applause> ساكس ديزيز وغالبا ممكن هذا الشيء يعملهم بلايندنس ممكن يجي الطفل ببلايندنس تاي <applause> ساكس ديزيز من الامراض المعروفه وين اكثر شيء عند الجوش عند اليهود عند اليهود كثير تاي ساكس ديزيز موجود طيب الان نجي لاخر شيء خلاص قررنا نخلص الان هم function. آه، فانكشن بيكون فيهم مشاكل او inborn ايرور اوف مايتوكوندريا في عندنا اهم مرض اللي هو الميلاز ديزيز وبرضه شوي راح نحكي عن الليبرز hereditary اوبتيك neuropathy هذا من اسمه hereditary اوبتيك neuropathy هذول على عمر 20 سنه بصير في عندهم بلايندنس آه والميلاز ديزيز هسه راح نشوفه الان هاي الرسمه الموجوده عندي هون هي بتشرح لك المايتوكوندريال ديزيز الان شو بتلاحظ فيها بتلاحظ انه هي المذر اذا المذر كانت مصابه كل العائلة يكونوا مصابين بينما الفاذر ما له علاقة الفاذر، الفاذر ما له علاقة يعني هون هي الفاذر للفاميلي هاي هي الفاذر مصاب بس اولاده هيهم ما فيهم اي شيء. ليش؟ لأنه أصلاً احنا الميتوكوندريا بناخذها من المذر. الميتوكوندريا احنا بناخذها من المذر. سبيرم هاف نو مايتوكوندريا، احنا انت بتاخذ الميتوكوندريا من المذر، فإذا كانت الميتوكوندريا اللي أخذتها انت من المذر مصابة كل الفاميلي راح يكون في عندهم مشاكل فهذول غالبا انت بتعرف المرض قبل ما تعمل اي اشي عن طريق الهيستوري انك تسأل انه هل اخوانه في عندهم نفس الاشي اذا كانوا كل اخوانه نفس الاشي هذا اشي يعني كلو كثير مهم انك تعرف انه this mitochondrial ديزيز، برضو ممكن تسأل سؤال ثاني انه هل اخواله هل اخوال هذا الطفل مصابين زي هيك تحكي لك الام اه والله كل اخواني عندهم هذا المرض فبتعرف من الهيستوري فشايفين هون مثلا الام كيف في عندها آه ميتوكوندريال بروبلم طلع كل الفاميلي كانت مصابة بينما لو الفاذر مصاب ما بيأثر فنيجي لأول واحد اللي هو الميلاز الميلاز هو أهم ميتوكوندريال انبورن آه ايرور فهذا الميلاز هو اختصار إلى ميتوكوندريال انكيفالوباثي هذا أول إشي لاكتيك أسيدوسيز اند ستروك لايك ابيسودز فمختصرينهم بميلاز بكون عندهم طبعا شغلات كثيرة هدول من CNS problems الى lactic acidosis problems الى ممكن paralysis و uh, spasm بالمصلز نتيجة ال, ال stroke-like episodes فضل vomiting, abdominal pain, extreme tiredness, uh, muscle weakness, loss of bowel control, difficulty breathing خل نحكي هدول كلهم يعني ممكن تربطهم بالMetabolic acidosis او ممكن بيكون في عندهم uh, involuntary muscle spasm, myoclonus, hearing loss هارت كدني بروبلمز ديابيتس ابيلبسي اي شيء ثاني فمرض كثير سيء الميلان سندروم النوع الثاني اللي من الديزيز او المرض الثاني اللي هو الليبرز حكينا هذا الليبرز اوبتيك اتروفي فهو حكينا من اسمه اوبتيك اتروفي فبصير في عندهم اتروفي بالاوبتيك نير فديجنريشن للريتينال جانجليون سيلز اند ذير اكزون ليد تو ان اكيوت اور سب اكيوت لوس اوف سنترال فيجن وغالبا هذا على عمر اقل من 20 سنه او يعني اراوند عشرين uh, سنه يعني توني 20 uh, وهيك احنا بنكون كملنا هاي المحاضره الانبور ميتابوليزم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله الحمد لله على النعم ما ظهر منها وما بطن الحمد لله اللي عافانا من كل هاي الامراض واعطانا الصحه الحمد والشكر لله الله شافي المرضى هذول وشافي جميع مرضى المسلمين و سامحونا على الإطالة سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته